تدري مازال صغير بالعقل ما نعرفاش ندير انا يا سيدي وكان بويا راجل صالح يخلف خلفه ويطيح انا يا سيدي كان عنده سبع صنايع ويقولوا رزقه ضايع انا يا سيدي كان مبلي بزوج طلق حتى تكنا عمي الحماق انا يا سيدي وصباح مضرب المتل فطلق والزواج الحلال انا يا سيدي اللي ولدني تبت ورصة مع عمي وسماني موسى انا يا سيدي وفي السبوع احتفل بيا شرى لامي شي فوقيه انا يا سيدي حالف غيري لا قراني باش نرجع سيد قراني انا يا سيدي نتكلم قال لي يا زيد شدني وداني المسيد انا يا سيدي يتشوف لفيه وتعرفه قال لي سلم على طرفه انا يا سيدي انا نصيح عليه وهو مدلي يديه انا يا سيدي مستهوانا يا حشمان كلفتي شاخد عرقان انا يا سيدي قال له بويا لفقي جبت لك الولد باش تقريه انا يا سيدي الى تفافا قال له العصا ما تخليشي من يعصا انا يا سيدي غير ذبح وسلخ وكفن وصفتوا لي انا ندفن انا يا سيدي وصاني تهلا فيا وبلعص على رجليا انا يا سيدي داد عنده مثله الفتوح لفتي رجعت فيها الروح انا يا سيدي قال له كل ملتقى ويلا تفاقم هالفلقى انا يا سيدي بخرج بديت نخمم بالعصا يمكن لي نفهم انا يا سيدي هاجمتني هاد الهضرة وما تلالي ما نقرا انا يا سيدي الخوف عمالي البصيرة وبقيت قاعد على الحصيرة انا يا سيدي وما قضيت حتى مزية بالعود اصبح وعشية انا يا سيدي قيت في الجامعة 8 سنين كيف الحمار بلا ودنين انا يا سيدي زعف لبقي عمي موحى وشير عليا باللوحة انا يا سيدي خرجت بجباتي مشقوقة وجمعت عليا شوقة انا يا سيدي شال مقدم والعساس قلب الريمة فيها باس انا يا سيدي صبحت نخدم عند الدراس باش ما نكبر شي معجز انا يا سيدي وكنت متعلم مجتهد نخدم في الجمعة والعيد انا يا سيدي من اللي تعلمتها بالصنعة بديت نتخلص بالجمعة انا يا سيدي يا المعلم رحمه الله قد لي يا رزقي وداه انا يا سيدي رنق بالما نكبر كان عندي واحد المجر انا يا سيدي جمعت فيه فلوس كتافي وطر لي بيهم الوفي انا يا سيدي اللي كبرت وليت معلم ما بقيتش نرضى نخدم انا يا سيدي عملت سبعه الخدامه وجوج متعلمين تمام انا يا سيدي نخدم عند الكراز باش ما نكبر شي معجز انا يا سيدي وكنت متعلم مجتهد نخدم في الجمعة والعيد انا يا سيدي من اللي تعلمت هاد الصنعة وبديت نتخلص بالجمعة انا يا سيدي جا المعلم رحمه الله خد لي يا رزقي وداه انا يا سيدي رنق بالما نكبر كان عندي واحد مجر انا يا سيدي فلوس كتافي وطار لي بيهم الوفي انا يا سيدي اللي كبرت وليت معلم ما بقيتش نرضى نخدم انا يا سيدي عملت سبعه الخدامه وجوج متعلمين تمام انا يا سيدي زيان حالي وكسبت المال قلت نتزوج في الحلال انا يا سيدي طفت بنت الحاج حميده القاريه لاله سعيده انا يا سيدي كنت في النوشك وكيا يا خوتي واني هي انا يا سيدي وزايدها بالثقافة والصواب مع اللطفة انا يا سيدي الصواب والادب والعقل وشعر ذهبي مخبل انا يا سيدي والضز متعدي الحدود والحشمة والعقل والجود انا يا سيدي طبها الف ريال ونص مليون بلا تعطل انا يا سيدي قال لي يا كلمة وحدة غير خمم وارجع غدا انا يا سيدي ضاق بنتي تمن محدود غير كن دغري واجي قود انا يا سيدي ودير هادي في بالك وزيد راك يمطبها فريد انا يا سيدي ورانا يا طالب له مليون باش تعرفني اش نكون انا يا سيدي ويلا بغيت اختها خدوش غير 20,000 بالجوج انا يا سيدي قال لي بالسرعة خمم إلى انت عطت راك تندم انا يا سيدي
فوق نزاق يمشي فريد يفوز لي بها ويزيد انا يا سيدي ما نفعني غير نأدي اللي طلب ونفرح خبتي انا يا سيدي بعت له 100,000 وبكيت على الفراق انا ما قديت انا يا سيدي طبوحي خسل مدجا والخواتم غير بالقرشا انا يا سيدي ومضمه من الذهب الحر فوق المضمه بالجوهر انا يا سيدي عاد خاتم فيها حجرة 100,000 ريال اخرى انا يا سيدي والكباش لا تضرب حسبة غير ذبح وسلخ بالزربة انا يا سيدي والدجاج معاه تفايا الزرود حديث وايا انا يا سيدي كعب وغزالم في الندو بلاش ما حلوية تفرين الشاش انا الجوق عفو من الاشواق الى عرف شطلبوا لي تحماق انا يا سيدي تتزوج ونتعرس لقيت راسي كان تهرس انا يا سيدي الزرود ولالا ومالي خفت يتقاضى راس مالي انا يا سيدي مو حال تقبل لي المراق ونصلو تحقر تحقراق انا يا سيدي